طيب، التغييرات الوزارية التي وعد بها السيد رئيس مجلس الوزراء قبل فترة، هنالك من ما زال مشككا بها، وهنالك من يعتقد أنها ستصبح حقيقة. هل فعلا السوداني ما زال مصرا على أن يحدث هذه التغييرات الوزارية؟ السيد السوداني مصرا على إجراء التقييم لكل مؤسسات الدولة العراقية. هذا مو تهرب، هذه إجابة يعني عامة في البداية، ثم سأدخل إلى تفاصيل سؤالك. هو مصمم على إجراء تقييم لكل مؤسسات الدولة، وابتدأ بتقييم كما تعلم المدراء العامين، وأعلنت الوجبة الأولى، وهناك استمرار أيضا باستكمال تقييم المدراء العامين، ثم الوكلاء، ثم الدرجات الخاصة، ثم ما بعد ذلك أيضا منهج التقييم أيضا سيشمل مجلس الوزراء. السيد رئيس الوزراء إجمالا أستاذ نجم هو أعلن عن يعني وجود رؤية بهذا الاتجاه. القضية التي لم ينتبه لها الكثير أننا في الملخص الموجز الصحفي الذي قدمناه الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مجلس الوزراء، في أحد توجيهات السيد رئيس الوزراء، نعم، والتوجيه الثاني في الموجز تم ذكر نقطتين. نعم. النقطة الأولى هي أن هناك نقطتين ستعتبران من نقاط تقييم الأداء. الأولى هي الحسابات الختامية للوزارات في نهاية كل عام، الحساب الختامي للموازنة الاتحادية في كل وزارة، والقضية الثانية تطبيق نظام الدفع الإلكتروني POS الذي يعني من المفترض أن يتحول إلى أمر واقع خلال 3 أشهر. هاتان النقطتان جعلهما السيد رئيس الوزراء أحد عناصر التقييم لأداء السادة الوزراء، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالكفاءة وتتعلق بالحركة وتتعلق بقابلية السيد الوزير في أن يحول الشركات غير الناجحة إلى شركات ربحية وناجحة تدر أموال من خارج أموال النفط. لذلك التقييم مستمر، السيد رئيس الوزراء لديه رؤية، لكن كما تعلم هذه الرؤية آسف جدا هي ليست رؤية يعني قسرية أو رؤية مزاجية، هذه بحاجة إلى تهيئة أرضية، بحاجة إلى تهيئة القوانين، بحاجة إلى أيضا حديث سياسي مع الشركاء في تشكيل الحكومة، لكن إجمالا التقييم مستمر وسيشمل الجميع. يعني أنا ضمنا من خلال إجابة حضرتك فهمت أنه هذه التقييمات ستتم بعد سنة، وبدليل أنك قلت أنه يجب أن تكون هنالك حسابات ختامية لكل وزارة، بمعنى بنهاية سنة من عمر الحكومة سيتم التقييم، لأن واحد من النقاط الأساسية المذكورة أن تكون هنالك حسابات ختامية، بدلا مما كنا نسمع أنه سيتم التقييم بعد 6 أشهر. هيك افتهمت أنا. توقيت عن حقيقة لو أعلم وقت محدد لكان بلغتك به حقيقة، ولكن القناعة يعني هذا الموضوع هو رهين قناعة السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضايا تقييم مجلس الوزراء في الوقت المناسب جدا، في الوقت الذي يحتاج أن يعني أو يتطلب على أن يعلن التقييم، بكل تأكيد فإنه لن يتأخر عن ذلك.